السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد في منحة أليكس. النهاردة تكملة للفيديو اللي فات. لو انت لسه ما شفتش الفيديو اللي فات تقدر تشوفه، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. وهو كان ملخص ان حصل اول سيشن في منحة أليكس. النهاردة لسه في النهاردة ان شاء الله ايفنت في منحة أليكس. لما يخلص ان شاء الله برضه هنزل فيديو عن الملخص بتاعه. ولكن لغاية ما ده ما يحصل، النهاردة هما كانوا نزلوا امبارح 3 تاسكات او 3 بروجكتات، 3 تاسكات يعني علشان يتعملوا. تمام. واقول لك، طب انت في دفعة شهر 2 هقول لك انت المفروض تعمل ايه، او يكون عندك انت تكون عارف عشان ما تتخضش اول مرة يعني. طيب، زي ما قلنا هنا في الجدول دوت او المربع دوت، ده بيكون الايفنت اللي موجود او اللي انت المفروض تحضره هنا اليوتيوب عشان تفهم الكلام، وهما بيشرحوا فيه اللي انت المفروض تعمله واللي تكون عارفه وكل الكلام ده. طبعا كل حاجه تكون متسجله على القناه بتاعتهم على نفس اللينك بعد ما اللايف ما يخلص، ان كل ده بيكون لايف على اليوتيوب. طيب، طيب مثلا لو دخلنا كده على اول بروجكت او اول تاسك، هيقول طبعا انت بتشوف ان هي 100% او done بعد ما بترفع وبعد الوقت ما بيخلص. تمام. يعني انت ما بتشوفش انها 100% او كام في المية عموما غير لما الوقت يخلص وبعد ما تكون رفعت. طيب، دلوقتي هنا بيكون حاطط لك فيديو انت بتتفرج عليه، وبيجيب لك اسئلة على الفيديو دوت وانت بتحل الاسئلة. يعني هو حاجة عادية جدا، ملهاش اي خبرة سابقة ولا اي حاجة، يا دوبك انت هتتفرج على الفيديو وتسمع هو بيقول ايه وتحل السؤالين اللي عليه. لو دخلنا كده هنلاقي عليه سؤالين، السؤالين دول بالظبط والاجابة اصلا بتاعتهم والسؤال هتلاقيهم في الفيديو عادي جدا. طيب، بعد ما انت عملت سبميت هنا مش هيرضى يعمل سبميت غير لما كل حاجة اجابتين تكون صح. لو هما 15 سؤال مثلا، لازم 15 سؤال يكون صح عشان تعرف تعمل سبميت. ده لغايه دلوقتي يعني اللي هم عاملين. ده كان اول تاسك. في تاسك التاني اللي هو بيقول لك لازم تكتب كده حاجه صغيره كده، اقل حاجه 100 كلمه عن اللي انت فهمته من الفيديو. بتحطه في لازم جوجل دوكيمنت. ازاي جوجل دوكيمنت؟ لو مش عارف ازاي بتعملها يعني، اكتب كده جوجل هنا دوكيمنت كده بالشكل دوت، هيقوم فتح لك الصفحه ديت. تمام. دخلنا على الدوكومنت هنا اهوت. طيب، انا عايز اعمل واحده جديده، فبعمل زائد من هنا. لما بعمل زائد بيدخلني على صفحه زي وورد كده بالظبط، بتكتب اللي انت عايزه. وبعد ما بتخلص بتعمل حفظ او مشاركه. بعد ما بتعمل مشاركه بتختار ان اي ان لازم تختار فين هنا. بصوا، لازم بيقول لك لما تيجي تختار كوبي لازم ان اي حد يكون معاه اللينك هو اللي يقدر يشوفه، يعني ما يكونش خاص بك انت بس. يعني مثلا انا افترض ان انا كتبت اي حاجه هنا. تمام. بالظبط كده هيظهر لك الشكل دوت. هتخليه بدل حصري اللي هو انت بس برايفت، يعني هتخليه اي شخص يدير الرابط، وهتعمل نسخ للرابط وتروح تحطه هنا وتعمل سيف، او هو هينضاف بالشكل دوت هنا كده. هتاخد اللينك دوت وتبعته في الجروب الواتس بتاعك او في اي حد مع صاحبك يعمل لك ريفيو. ايه ريفيو دوت؟ دوت اللي هو علشان لو انت عندك، او ممكن تحطه في سلاك عادي جدا، علشان لو حد شاف الريفيو بتاعك لو عندك مشكله يقول لك ايه الصح بتاعك. بس نفترض ان هو كله صح، يقوم يديك ال5 نجوم ويقول لك ايه سبميت، هو واحد بس يبقى لك ريفيو. طيب، ده كان اول تاسك. موضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي خبره. عايزكم بس تفهم الفيديو بس وتشوفه كذا مره. تاني تاسك نفس الكلام برضو. كان جايب فيديو وجايب الأسئلة عليه، وانت بتجاوب الأسئلة بس. عندك أي سؤال؟ وتاني تاسك دوت برضو كان المفروض مطلوب منه ان انت تعمل تيم. تمام. انت المفروض بتتكي على جاسبر هنا وبتختار التيم بتاعك، لكن كان في مشكلة في جاسبر يعني، ولغاية دلوقتي لسه مخترناش التيم، بس المشكلة عندهم يعني. تالت تاسك او تالت بروجكت برضو بيكون في فيديو عليه شوية اسئلة بالشكل دوت. اهو الفيديو، انت بتشوف بتتفرج على الفيديو وبتفهم الفيديو بيتكلم عن ايه والحاجات اللي بتدور فيه، وبتروح تجاوب على الاسئلة بتاعتك
بالشكل دوت مش هيرضى يعمل سبميت برضو غير لما تخلص او كل يكون صح. لو عندك اي مشكله تقدر تاخد سكرين شوت للسؤال وتنزله في الجروب بتاعك او تسال اي حد في سلاك وهم هيجاوبوا عليك عادي جدا. بعد ما بتخلص هتعمل سبميت، بعد ما تعمل سبميت انت كده رفعت التلات بروجكتات بتوعك. وكده خلاص هتستنى الوقت يعدي، وما البروجكتات دي كانت نازله ل 24 ساعه بس تقريبا. فهي اول تسليم عدى، تاني تسليم هيبقى يوم 26 للناس اللي ما سلمتش اول يوم يعني. بس انا سلمت في اول يوم فانا خدت 100% في التلاتة. هما نزلوا النهاردة التاسكين دول، واحد هيخلص يوم 27 وواحد هيخلص لسه يوم 3 فبراير، وهما لسه اصلا هيشرح الشير نيفيجيشن دوت، لسه هيشرحوه في محاضرة يوم 26 اللي احنا هنعمل فيه ايه وكده يعني، اللي هو بكرة. لسه النهاردة في محاضرة زي ما اتكلمنا. وبس ده بالنسبة للإنترنت واللي حصل، البروجكتات اللي نزلت في سلاك هنا حاجات انا عملتها، بس انا ما اعرفش ايه فيها لغايه دلوقتي يعني. بس انا عملتها ان هنا في الاب هم عاملين صلاحيات كذا اب يعني، كذا حاجه. ان انا ضفت جيت هاب، ما اعرفش هل اقدر مثلا انا عملت كونكت بالجيت هاب او بسلاك مع جيت هاب، نفس الكلام حكايه مع زوم. هو هنا زوم انا عرفته ان انا اقدر اكاري زوم من على سلاك، مش لازم اروح اثبت البرنامج واستخدم برنامج بتاع زوم يعني، لا اقدر استخدم واعمل كاريت هنا واقدر اعمل جوين كل حاجه على سلاك. ما اعرفش جيت هاب لسه مميزات بتاعته قوي، بس انا عملت كونكت بس ان انا اقدر اعمل ريبو جديده واقدر احط ارفع عليها بروجكت مثلا معين، عشان احنا كده هنرفع البروجكتات بتاعت سلاك على جيت هاب باستخدام جد، انت لازم تكون عارف الاثنين. ما بتعرفش انا عامل فيديو واسيب لك اللينك بتاعه، اسم الفيديو ازاي ترفع بروجكت على جيت هاب باستخدام جد. فده تشوفه وقتها تفهم الفكرة ازاي انت بترفع او ازاي بتستخدم جد عشان ترفع على جيت هاب. بس كده، وانت لغايه دلوقتي لسه معايا، فاتمنى تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله اشوفه النهارده بالليل في فيديو جديد. والسلام.